دي. العلامة عندي هنا ايه؟ كلمة ايه؟ يسترداي. يبقى زمن الجملة هنا ايه؟ ماضي. يبقى بلايد. يبقى بلاي هتبقى بلايد. انا عايز احل بعدها. طب قول يا ادم. لاست مانث. لاست مانث يبقى ماضي. شي باي ا بيوتيفول دريس. ها بود. برافو. بي او يو جي اتش تي. قول يا ادم. يلا. يسترداي. عمر didn't came to school. didn't ايه؟ ما هي كيم. كم. يبقى كم. المصدر ايه؟ المصدر كم. ها يلا قول. يو جو اوت لاست نايت. العلامه عندي الاول ايه؟ لاست نايت. يبقى السؤال بايه؟ بديد. ها يلا يا رحمه. انا فهمت ده السؤال لسه جاي. وير ووز يو بورن. وير نقط ووز يو بورن. يو هتاخد ووز ولا وير؟ وير. يبقى وير. وير يو بورن. ايوه. وير الاولانيه اداه استفهام وير ده فعل مساعد. ها طب انا ما قلتش يا مش ماشيين بالدور عادي. انا بقول لاي حد يقولها. ووز نوها. ليه؟ عشان نوها ايه؟ مفرد. قولي اول. ها وات يو دو 3 اورز اجو. العلامه اللي عندي الاول. العلامه اللي عندي في الجمله بتبين لي الزمن. اجو. اسمها اجو. اسمها اجو. يبقى وات ايه؟ وات ديد. كيب. يبقى ديد ذا انشنت ايجيبشنز كيب. ليه؟ عشان عندي ديد. يبقى اجيب الفعل في شكله في الايه؟ في الانفينيتيف. يبقى كيب. اي لسه حلينا حالا. نوت جرو هتبقى ايه؟ didn't grow. لو عندي نوت يبقى انا عايزه هنا النفي. يبقى didn't grow. بعد كده we was very happy yesterday. was للمفرد. انا عايزه هنا للجمع هتبقى ايه؟ where. ها did you had a nice weekend. عندي did. يبقى عايزه الفعل في المصدر. المصدر من had ايه؟ have. I go to الازهر بارك. I went. عشان عندي كلمة ايه؟ ago. we have a lot of homework yesterday. عندي yesterday ماضي. يبقى had. الماضي من have ايه؟ had. where you born in Giza. no I weren't. did they visit the museum last week. no they didn't. سهل التصحيح. في اي مشكلة؟ it heavily yesterday. yesterday ماضي. يبقى اختار ايه؟ rained. why you finish your english homework last week. why didn't. my family and I in Aswan when I was young lived. when did they fly. when did. عندي did. يبقى اختار المصدر اللي هو ايه؟ fly. he tired after the long trip. انا جاوبت بوز. يبقى انا سالب ايه؟ بوز. ها ماشي. ما انا عارفه. ما انا عارفه. ما انت عندك الاجابه هي ووز اصلا. يعني زي did برضو بنسال بديد. يلا تعال نشوف كده التصحيح هنا. هاي نسمة. did you have a nice weekend. هاي مايار. يس اي دو. يس اي ايه؟ ديد. عشان برضو نفس الكلام انا سأله بديد. تمام. هنا وات دو يو دو ذير. ديد. وات ديد يو دو ذير. عملت ايه هناك؟ لان كل الكلام في الباست في الماضي. وي هاف ا بيكنيك هتبقى وي ايه؟ هاد. وي هاد ا بيكنيك. داز يو جو هايكينج. ديد يو جو هايكينج. No we didn't. Did you has. Did you have. أجيب المصدر. No I didn't. I didn't fall. fall الماضي منها إيه؟ F-U-L-L. غلط. F-A-L-L. غلط. F-E-L-L. F-E-L-L. Fall fell. Fall fell. F-E-L-L. مع بتاعنا تعالوا نقرأه. Cats are popular pets around the world. They are usually friendly. They are independent animals. They have sharp claws and teeth. They use them when they are scared. Cats have soft fur, which is nice to touch. حل صفحة 28 و 29 كتاب المعاصر الصف السادس على lesson 2.
قرأنا نص الاستماع وهنحل عليه. Cats are popular pets around the world. اخترنا popular لان هي اللي جايه في الباسج. Cats are usually friendly. Cats have sharp claws and teeth. Cats have soft fur. تعالوا نحل بقى اللي تشوز. Cats hunt and eat them. Cats hunt. Hunt يعني ايه؟ يصطاد. بتصطاد ايه؟ rats الفئران. This is made of gold. It's very valuable. ايه اللي مصنوع من الجولد هنا؟ شيرت ولا بوك ولا نيكلاس ولا روك؟ نيكلاس يعني عقد، يبقى نيكلاس. The newt is my favorite bird. انا عايزه هنا كلمه، عايزه طائر. هيبو ولا فالكون ولا رات ولا كروكودايل؟ يبقى فالكون اللي هو النسر. Farmers produce a lot of every year. بينتجوا ايه؟ ايه الحاجه اللي الفارمرز بينتجوها؟ جرين، ستاتيوز، هاوسز، رودز. طبعا جرين يعني حبوب، كلمه جرين يعني حبوب، اتذكرت عندنا في الدرس. النص بقى التكمله. The ancient Egyptians kept many animals as pets. They loved birds too, especially a and ibis. Falcons and ibis. الطيور هنا فالكونز والايبس. Which represent wisdom, عشان بيعبروا عن الحكمة. They are thousand of نقط ايبس in Saqqara alone. Mummified ibis. طبعا لقوا كتير من الايه، من الطيور المحنطة in Saqqara alone. All these نقط weren't only important. All these bits weren't only important for ancient Egyptian every life, they were also important in the afterlife. يعني الحيوانات دي ما كانتش مهمة في حياتهم، ولكن كانت مهمة كمان في حياتهم الآخرة، كانوا بيعتقدوا انها هتفيدهم في حياتهم الآخرة. It's therefore common to find mummified pets. عشان كده كانوا بيلاقوا طيور وحيوانات محنطة and statues of animals in the tombs في المقابر. عشان كده كان عادي ان هم يلاقوا في المقابر حيوانات وطيور ايه؟ وطيور محنطة. يبقى البيتس ديت رقم دي 3 ودي 4. اخر واحدة tombs. يبقى اول واحدة falcons، بعدين mummified، وبعدين بيتس، وبعدين تومس. تعالوا نقرأ القطعة مع بعض. The ancient Egyptians loved animals and kept many as pets. They particularly adored cats. حبوا القطط. And there was a cat in almost every house. The ancient Egyptian believed that cats looked after them and kept them safe. They were also good pets because they cleaned themselves and kept the houses free of pests like rats and snakes. This was particularly important for farmers who produced a lot of grain. The rats didn't eat the grain because the cats ate the rats. The main idea of the text is ancient Egypt. القطعة بتتكلم عن ايه؟ in ancient Egypt. البيتس الحيوانات الأليفة في مصر الايه؟ في مصر القديمة. طيب نكمل. The underlined word adored mean. كلمة ادور يعني يحب، تساوي loved او liked على حسب اللي موجود عندي ايه. Farmers needed cats to save the farmers. كانوا بيحبوا القطط او بيحتاجوا القطط عشان تنقذ لهم الايه؟ سيف، تنقذ الجرينز الحبوب بتاعتهم. Summarize the first paragraph in one sentence. هلخص الباراجراف الاولاني في جمله واحده. Ancient Egyptians loved animals. Ancient القدماء المصريون احبوا الايه؟ احبوا الحيوانات. تمام كده. الجمله، السؤال اللي بعديه. Why were cats good pets in ancient Egypt? ليه كانت القطط حيوان جيد في مصر القديمه؟ تعالوا نجيبها من القطعه. The ancient Egyptian believed that cats looked after them and kept them safe. They were also good pets because من اول هنا
خلينا من عشان دي نفس الجملة من أول because they clean themselves and kept the houses free from pests like rats and snakes. Because they cleaned themselves and kept the houses free from pests. بتخلي المنازل خالية من الايه من الحيوانات الايه حيوانات الايه الضارة. تعالوا الترتيب يلا. What was the ancient Egyptians favorite animal? What was the ancient Egyptians favorite animal? The ancient Egyptians looked after their pets. كانوا قدماء المصريين بيهتموا بالإيه بالحيوانات الأليفة بتاعتهم. They found mummified bits in the tombs. وجدوا حيوانات محنطة في الايه في المقابر. They found mummified bits in the tombs. طيب تعالوا بقى التصحيح. They keep the cats in the cage yesterday. Yesterday the past. يبقى انا عايزة الفعل في الماضي. Keep الماضي منه kept. Kept نحفظها بقى مع بعض. Keep الماضي منها kept. Did you found the right answer? عندي did يبقى لازم استخدم الفعل في الانفينيتيف في المصدر. يبقى did you الاصل من found find. يبقى find found. الايه فلوستوب. طبعا هنكمل الجملة محدش يسيبها كده وهنتكلم الباراجراف عن ancient animals in ancient Egypt. ده بقى الباراجراف اللي بيتكلم عن الحيوانات في مصر القديمة. The ancient Egyptians loved animals. They kept many pets. They loved cats. They believed that cats looked after them. They also kept birds like falcons and ibis. Egyptian farmers loved cats. كانوا بيحبوا القطط خصوصا ليه؟ Because they kept them safe from pests. كانت القطط بتنقذهم من الحيوانات الضارة pests like rats. يبقى دوت الباراجراف بتاع القدماء المصريون كايه الحيوانات اللي كانوا بيحبوها وعلاقتهم بالحيوانات وكانوا بيربوا ايه.